قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. مشروع سقي الماء وحفر الآبار في مدينة أوكارت لباكستان، حيث كانت هذه المسجد تعاني من شح المياه وصعوبة حصول عليه، مما يستدعي طلبه من أماكن بعيدة وحصول المشقات الدائمة في الوصول إلى الماء الصالح للشرب. وقد تم بحمد الله وتوفيق إنشاء مشروع دير ومواد ودورات المياه عن طريق الحسن بن علي الشريف بواسطة الشيخ أبو طارق جزاهم الله خيرا، حيث تم حفر بئر وتم الوصول إلى الماء الصالح للشرب والوضوء للمسجد وتجهيز بخزان المياه وموازي ودورات المياه ومرافقه. ويستفيد من هذا المشروع المبارك مئات البيوت والمصلين في هذه القرية والقرى المجاورة لها والآلاف من الأسر وكذلك عابر السبيل. نسأل الله تعالى أن يجزي ممن كان سببا في قيام هذا المشروع المبارك، وأن يخلف عليه خيرا، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.